حدث في أسبوع الثورة. الخميس 27 من يونيو 2013، في مثل هذا اليوم من أسبوع الثورة، كان الغضب الشعبي من الرئيس الإخواني محمد مرسي وجماعته الإرهابية قد بلغ ذروته بجمع ملايين التوقيعات ضمن حملة تمرد لإنهاء دولة الإخوان. وساهم الخطاب الأخير لمرسي في ترسيخ قناعة المصريين بفشله في إدارة مؤسسات الدولة، واعتبروه أقل من مقام رئاسة مصر. ولجأت الحكومة الإخوانية لعدة إجراءات ترجمت بها تهديدات مرسي للإعلاميين ورجال الأعمال في خطابه، فوضعت عددا منهم على قوائم المنع من السفر، واستدعت آخرين للتحقيق أمام النائب العام، واستعد ميدان التحرير لاستقبال المسيرات الاحتجاجية، وجهز المعتصمون خيمة طبية في قلب الميدان تحسبا لوقوع إصابات، ونظمت اللجان الشعبية عدة بوابات للميدان دعمتها بحواجز حديدية لحماية المتظاهرين، ووزعت الحركات السياسية آلاف النسخ مما أسمته الكتاب الأسود، والذي يوثق ملامح فشل الرئيس الإخواني في إدارة الدولة ويكشف مؤامرات الجماعة الإرهابية لتغيير هوية مصر.